بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، في الدرس الماضي أخذنا بعض المفردات الجديدة، منها جالة يجول، صح؟ جالة يجول، والأمر جل، والمصدر جولا، جولتان، وأيضا جولان. نعم، جولانا. من يستعمل جالة في جملة؟ جولنا في السوق. نعم، جولنا في السوق من أوله إلى آخره، نعم، من البداية وإلى النهاية، صح. نعم، غيره، ما معنى جالة أصلا؟ يعني بمعنى، يعني مثلا تقول جالة، كما قال الشيخ شمس الدين، جالة الرجل في السوق، صح؟ جال رجل في السوق. مثلا ورأى أنواعا، هذا كان أيضا من المفردات، صح؟ أنواعا عديدة من الطعام مثلا، صح؟ جال رجل في السوق، جال رجل في السوق، تقول جال الرجل في السوق، أي طاف به. فهمتم؟ جال الرجل في السوق، أي طاف به، أي طاف بالسوق، طاف بالسوق. نعم، يعني أقول مرة ثانية، يعني دخل السوق وذهب هنا وهناك، فهمتم؟ وجعل أيضا بمعنى تجول، تقول أيضا تجول على وزن تفاعل، تقول أنا تجولت في السوق، ها؟ مثلا أنا تجولت في السوق، يعني ذهبت هنا وهناك إلى أماكن مختلفة، واضح؟ جولت في السوق، يعني دخلت في السوق وذهبت إلى مكان للملابس ومكان للأحذية، ورأيت مكان للطعام، ورأيت الفواكه والخضار وكذا وكذا واللحوم هنا، تجولت يعني في السوق ورأيت محلات كثيرة، واضح؟
يعني في هذا الكتاب القراءة نريد أن نزداد مفردات، يعني نتعلم مفردات كثيرة ومعاني كلمات عديدة، وأيضا استعمالات الكلمات كيف نستعملها في جمل، وأيضا تراكيب، يعني تركيبات مختلفة، لأننا نريد أن نتوصل من هذا الكتاب إلى التعبير. نريد أن نتوصل من هذا الكتاب إلى التعبير، فهمتم؟ بالصوت واضح. وأيضا هناك يعني مثل يقول يعني العلماء أحيانا إن للباطل إن للباطل جولة ثم يتلاشى، يتلاشى يعني يذهب تماما، يتلاشى تماما، يتلاشى تلاشى يتلاشى يتلاشى يعني يزول تماما كأنه ليس موجودا، فهمتم؟ معنى تلاشى، تلاشى الشيء يعني ذهب وزال انتهى went away. إن للباطل جولة ثم يتلاشى، يعني هكذا يقول العلماء، إن للباطل، الباطل ما هو الباطل؟ أقصد الحق، الباطل إن للباطل جولة، يعني يتجول ويذهب أحيانا، يأتي إنسان، يأتي مفتون صاحب الفتنة وينشر باطله بين الناس، فكثير من الناس يغترون بباطله ويقعون فيه، وبعض الناس يعرفون باطله من أول الأمر وهم أهل العلم، صح؟ لكن هذا الباطل لا يبقى، هذا الباطل له جولة، يذهب ويجول ثم بعد ذلك الناس كلهم يعرفون أنه باطل فيذهب ويتلاشى، فهمتم هذا؟ هكذا يقول العلماء، يعني هذا من هذه الكلمة جولة، جولة إن للباطل جولة، يعني الباطل يأتي ويذهب ويقع هنا وهناك ثم بعد ذلك الناس كلهم يعرفون أنه باطل فيتركونه ويذهب الباطل، واضح؟ نعم، إنسان يسافر ويجول في البلاد، صح، يسافر يعني وهو مسافر يذهب مثلا إلى السعودية ويجول، يذهب إلى المدينة ثم إلى مكة ثم إلى صامتة، يجول في المملكة ويذهب للرياض، يطوف بالبلد ويرى العلماء، هكذا كان العلماء يطوفون بالبلاد، يعني يجولون وهكذا، هذا هو المعنى. لكن أما السفر يعني له معنى خاص، إذا سافر يجول في سفره هنا وهناك، فهمت؟ هذا معنى جال يجول، جال يجول. أيضا من الكلمات الجديدة في الدرس الماضي مثل ماذا أخذنا؟ الحذاء، هذا ليس جديد، أحذية، صح. وأيضا نعم، الصوف، الصوف، صح، الصوف، هذا أخذنا الصوف، وما الصوف، وما جمع الصوف؟ أسواف. ما هو الصوف؟ هو شعر،
شعر الحيوان. هو شعر الضأن. شعر الضأن بالإنجليزية وول. الضأن ما معنى الضأن؟ شيب. نعم خروف. شيب نعم. شعر الضأن. وأيضا الكلمات جديدة في الدرس الماضي. مواد غذائية. أها الغذاء هو الطعام. والشراب وما ينمو به جسم الإنسان والحيوان أيضا يعني جسم الإنسان. فهمتم؟ فهمتم التعريف؟ الغذاء ما هو الغذاء؟ هو الطعام والشراب وما ينمو به جسم الإنسان. أما ينمو grow. هذا which the body of a human being grows by way of it. يعني الغذاء بالإنجليزية nourishment. 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 فنقول أيضا أخذنا تغذى. تغذى. يتغذى. والأمر تغذى. تغذيا. تغذيت. يتغذى المسلم بالحلال. نعم أما يتغذى أها يتغذى المسلم بالحلال الطيب. بالحلال الطيب. عندنا مادة. مادة مجمع مواد. مواد. مادة الشيء هي ما يتكون منه. ذلك الشيء. هذه قارورة مادتها بلاستيك. بلاستيك صح. الطاولة أيضا نفس المادة. هذه الطاولة تتكون من بلاستيك وحديد. هذه من مواد يعني هذه الطاولة. فهمتم هذا؟ مادة شيء يعني هي ما يتكون منه ذلك الشيء. ذلك الشيء عفوا. ها نعم
يتغذى المسلم بالحلال الطيب، بالحلال الطيب يتغذى بذلك. يعني يتخذه غذاء له. فأيضا عندنا فمثلا مواد أو المواد الغذائية، المواد الغذائية مثل الخبز، أها، واللحم، والخضار مثلا، هذه أشياء، نعم، المواد الغذائية. وأيضا مثلا أحيانا عندما تشتري شيئا يكون هناك المواد أيضا، يعني الأشياء التي فيه مثلا إذا اشتريت حلوى من السوق مثلا سنيكرز بار، هناك في سنيكرز بار مكان للمواد الغذائية، يعني على الأشياء التي في هذا، يعني فيه سكر وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا وفيه كربوهيدرات النشويات، يعني يذكر هذه المواد، يعني ما يتكون منه ذلك الشيء. نعم. ثم أيضا عندنا هذا واحد، هنا أيضا عندنا المواد الدراسية مثلا القلم والدفتر والكتاب، هذه مواد دراسية. نعم. وعندنا أيضا مواد في الدراسة مثل مادة القراءة ومادة الفقه، هذه أيضا اسمه مادة. ما المادة؟ أي المادة تدرسها؟ على أن ندرس مادة القراءة، هذا معنى آخر أيضا. طيب بعد ذلك أظن هذه هي الجديدة، مزدحم مزدحم، أيوة هذا جديد، ازدحم يزدحم، از دي بام. ازدحاما، ازدحم يزدحم، وازدحم ازدحاما، تقول مثلا ازدحم الشارع، ازدحم الشارع، أي كان الشارع مثلا نقول مزدحما أما هذا كان الشارع مزدحما، أيوة في الشارع يعني أنه في الشارع أناس وسيارات كثيرة، فهمتم هذا؟ أناس وسيارات كثيرة،
نعم أناس بمعنى ناس، بمعنى الناس، أصله أناس ثم حذفت الحمزة فقالوا ناس، واضح؟ أيضا اليوم عندنا حد يحد، غرب شمال شمال، مدن أمطار فلاح قمح، أماطم خيار تحلية. ما معنى تحلية؟ تحلية، تحلية يعني نقول تحلية الماء، تحلية الماء، تحلية الماء، أو أحسن نقول تحلية ماء البحر. تحلية ماء البحر أي أخذ الملح منه وجعله صالحا للشرب. فهمتم هذا؟ أخذ الملح منه وجعله صالحا للشرب، هذا تحلية الماء. مثلا الماء، ماء البحر فيه ملح لا يمكن أن تشربه، صح؟ إذا شربته عطشته، صح؟ فكيف يستفيد من هذا الماء؟ بالتحلية، بالتحلية، يعني يأخذون الماء ويستخرجون منه الملح ويجعلونه صافيا عذبا صالحا للشراب أو للشرب، صالحا للشرب. فهمتم؟ ليس واضح؟ ليس واضحا. طيب، ماء البحر، ماء البحر فيه ملح لا يمكنك أن تشربه، وهو وفيه ملح، ها؟ فلا، هم عندهم عملية، يعملون عملية يستخرجون من الماء، يستخرجون منه الملح. مثلا إذا كان هذا فيه ماء البحر، هذا ماء البحر فيه ملح، تعرفون الملح؟ فيستخرجون الملح وبعد ذلك يكون الماء صافيا خالصا عذبا، عذبا يعني سويت، حلو، يمكنك أن تشربه. إذا كان الماء فيه ملح، ماء البحر لا يصلح للشرب، لا يكون صالحا للشرب، قد يؤذيك، صح؟ فماذا يفعلون؟ يفعلون التحلية. التحلية هي هذا، أخذ الملح من الماء وجعله صالحا للشرب. فهمت؟ الحمد لله. حد يحد، حد يحد الأمر، حد حدا، حدا يقول هنا في جغرافية، يعني في هذا العلم،
في مادة الجغرافية. يقول مثلا هنا هذا جورجيا، هذه ولاية جورجيا، جورجيا هنا، هذا ماذا تحت، هذا فلوريدا. إذن هنا الحد، الحد أو الحدود، جمع حد حدود، هنا الحد بين فلوريدا وجورجيا. فإذا أردت أن نتحدث عن جورجيا نقول يحدها، يعني هذه الولاية يحدها فلوريدا من الجنوب. فلوريدا تحد جورجيا من الجنوب، يعني تكون على حدها. فهمتم؟ هذا هو المعنى. طيب صحراء، صحراء المكان الذي ليس فيه شجرة ولا ماء ولا شيء، بعيد عن الأشجار وعن الماء وعن الحياة. نعم، حار جدا. نعم. طيب آسيا معروف، أخذنا الحمد لله. زراعة، تعرفون الزراعة، أخذنا أيضا أظن زرع يزرع. والكلمات الأخرى لا أظنها جديدة، فنقرأ إن شاء الله. أحمد تريد أن تقرأ؟ تفضل. You gonna go soon, obviously. معناته عربية متحدة وقطر. قطر، نعم. كويت، قطرين، قريب العربية، ومن الشمال اليمن. أحسنت. طيب يقول هنا تقع المملكة العربية السعودية في آسيا. تقع، ما معنى تقع هنا بالإنجليزية؟ Located. تقع المملكة العربية السعودية في آسيا، يعني هنا المملكة العربية السعودية، وهي تقع في قارة آسيا، وهي تقع في قارة آسيا. طيب يقول هنا ويحدها من الغرب البحر الأحمر. من الغرب يحدها، يعني يكون على حدودها، عفوا الغرب هنا البحر الأحمر، الغرب هنا. نعم. ومن الشرق عمان، عمان والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت. من الشرق عمان والإمارات المتحدة العربية المتحدة والكويت، يعني على حدودها الشرقية. ثم يقول وقطر والكويت والخليج العربي، ومن الشمال الأردن والعراق، ومن الجنوب اليمن. من الجنوب يمن. فهمتم هذا؟ هنا الحدود الشمالية، عفوا الحدود، الله المستعان، الجنوبية هنا يمن تحت.
الجنوب الحدود الشمالية فوق أردن والعراق. طيب الحدود الشرقية هنا، عفوا الغربية، الله المستعان الله المستعان، هنا الغرب، هنا الشرق، هنا الشمال، فتحة فتحة فتحة، وهنا الجنوب الجنوب. طيب فيحدها أمام العربية من الغرب البحر الأحمر، ومن الشرق عمان والإمارات العربية المتحدة والخليج العربي الكويت، ومن الجنوب يمن يمن، ومن الشمال الأردن والعراق فوق. طيب فهمتم معنى هذا؟ وقطر، قطر هنا أيضا. طيب فهمتم الكلام؟ أيوة أحمد. ومن أهم مدنها مكة المكرمة والمدينة النبوية، نقول نبوية لا نقول منورة، المدينة النبوية. نعم وهي العاصمة وجدة وقاعدة والتمام والبيضة. نعم ومن أهم مدنها، يعني في المملكة العربية السعودية حرسها الله عز وجل مدن كثيرة، من أهمها مكة المكرمة، مكة يعني أفضل بقاع في الأرض، بعدها المدينة، المدينة النبوية، ثم الرياض، والرياض هي العاصمة، يعني عاصمة السعودية الرياض. نعم ما معنى عاصمة؟ نعم. وجدة أيضا مدينة مهمة، جدة والطائف والدمام وبريدة، فهمتم؟ بريدة هذا قريب من هذه مدينة قريبة من الرياض، الدمام بعد الرياض قريب من الكويت، والطائف قريب من مكة، وكذلك جدة. أيوة وزراعة فيها الآلات الآلات الحديثة، وقامت المملكة بتحلية مياه البحر لنص الآلة منها في الشرب الزراعة، وصار جزء كبير من الصحراء مزارع خضراء وانتشرت فيها زراعة القمح والخضار والطماطم والخيار. أحسنت. يقول والأمطار، الأمطار جمع مطر، والمطر هو الماء النازل من السماء، المطر الماء النازل من السماء. يقول الأمطار تنزل على المملكة في الشتاء، والزراعة فيها بالآلات الحديثة، الآلات جمع آلة، آلة تعرفون الآلة أداة، هذه آلة الكتابة، القلم آلة للكتابة، وجمع آلة آلات، ما معنى آلة؟ أها نعم instrument.
طيب فيها والزراعة فيها بالآلات الحديثة، الحديثة يعني الجديدة. ما معنى جديد؟ عكس قديم، يعني بالإنجليزية جديد نو نو حديث، حديث بمعنى مارن، مارن حديث بمعنى مارن. نقول بآلات جديدة يعني آلات جديدة نو الشمس، لكن الآلات الحديثة مارن. الحديث بمعنى الجديد، لكن ترجمة تختلف قليلا. فهمتم هذا؟ طيب الزراعة farming فيها بالآلات الحديثة، وقامت المملكة بتحلية مياه البحر. لماذا؟ لماذا قاموا بتحلية ماء البحر؟ للاستفادة منها في الشرب، لأنهم يحتاجون إلى الماء ليشربوه، فقاموا بتحلية ماء البحر لأن البحر قريب. نعم، للاستفادة منها في الشرب والزراعة، وصار جزء كبير من الصحراء مزارع خضراء. كيف؟ بتحلية الماء، يعني هم في الصحراء، فكيف صار، كيف صار جزء كبير من الصحراء خضراء بالمزارع الكثيرة؟ لأنهم جاءوا بماء البحر وقاموا بتحليته وسقوا به الأرض وزرعوه، حرثوه وزرعوه. فهمتم؟ بالآلات الحديثة. طيب، وانتشرت فيها يعني في المملكة زراعة القمح يعني الشعير والخضار كالطماطم والخيار. الطماطم نوع من الخضار، والخيار نوع من الخضار. ما معنى طماطم؟ تميلو. خيار cucumbers. فهمتم الدرس؟ أعيده. تقع المملكة العربية السعودية في آسيا، في آسيا يحدها من الغرب البحر الأحمر، هنا الغرب البحر الأحمر، ومن الشرق عمان، عمان هنا، والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت، وماذا؟ الخليج العربي، الخليج العربي هنا، هذا من الشرق. ومن الشمال الأردن والعراق، ومن الجنوب اليمن. فهمتم؟ ومن أهم مدنها مكة المكرمة والمدينة النبوية والرياض، وهي العاصمة، وجدة والطائف والدمام وبريدة. والأمطار تنزل على المملكة في الشتاء لا في الصيف، في الشتاء. والزراعة فيها بالآلات الحديثة، وقامت المملكة بتحلية مياه البحر للاستفادة منها في الشرب والزراعة، وصار جزء كبير من الصحراء مزارع خضراء، وانتشرت فيها زراعة القمح والخضار كالطماطم والخيار. واضح؟ أجب عن الأسئلة الآتية: أين تقع المملكة العربية السعودية؟ تقع في آسيا، تقع في آسيا. نعم. طيب، أين تقع، عفوا، ما أهم مدنها؟ أهمها أهمها مكة والمدينة، والرياض. طيب، ما البلاد التي تحدها؟ تحدها من الشرق
تحدها من الشرقي الخليج العربي وعمان و والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت، وتحدها من الجنوب تحت اليمن، وتحدها من الشمال والأردن، وتحدها من الغرب البحر الأحمر. فهمتم؟ الحمد لله. طيب التدريب الثاني، ضع علامة الصح أمام الكلمة المناسبة. طيب هنا نقول تقع المملكة العربية السعودية في آسيا، الأمطار تنزل على المملكة في شتاء في الليل النهار في الشتاء، انتشرت في المملكة زراعة الشاي الرز قمح القمح الحمد لله سهل جدا الحمد لله. طيب املأ الفراغات في الجمل الآتية باختيار الكلمة المناسبة مما يلي، لنختار هذه الكلمات: صديقي يعمل في مزرعة، في مزرعة، في مزرعة، صح. طيب الفلاحون القمح، زرع 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 الفلاحون القمح، نعم. قضينا وقتا طويلا في مزارع الخضار، صح. طيب هناك نواقص كلمات ليست موجودة. ماذا؟ الفلاح، الفلاح يعمل في المزرعة، هذا فيه مشكلة، المزرعة. طيب تدريب رابع، أكمل الجمل هنا بالجمل هنا نسيلها، تنزل الأمطار في فصل الشتاء، صح. صار جزء من الصحراء مزارع خضراء، استفادت المملكة من الآلات الحديثة في الزراعة. ترجم هذه الجملة، استفادت المملكة من modern tools or instruments in farming. صح حسنت. طيب ضع السؤال المناسب، ضع السؤال المناسب لكل جملة من الجمل الآتية. طيب هنا الجواب، تزرع الخيار نزرع الخيار والطماطم، ما هو السؤال المناسب؟ نزرع الخيار والطماطم، ماذا تزرعون؟ صح، ماذا تزرعون؟ طيب يقع بلدي في أفريقيا، أين يقع بلدك؟ أين يقع بلدك؟ يقع بلدي في أفريقيا. انتشر الناس في المزرعة، انتشر الناس في المزرعة، دخل الناس المزرعة وانتشروا
يكون المكان. أين؟ أين الناس؟ أين ذهب الناس؟ انتشر الناس في المزرعة. أعطوك مثلا، أين الإخوة؟ لا أرى أحد معك. انتشر الناس في المزرعة، يعني إذا كنت في المزرعة. طيب، أفضل الطماطم والخيار. أيوة، الطماطم أم الخيار تفضله؟ نعم، الفلاح يذهب إلى المزرعة صباحا ومساء. ليس أين يذهب صباحا ومساء؟ ممكن يذهب للمزرعة، لكن أظن السؤال أنه وقت أنسب. متى يذهب الفلاح إلى المزرعة؟ يذهب إلى المزرعة دي صباحا ومساء. فهمتم؟ طيب، الآن إملاء الفراغات بالكلمات المناسبة من عندك. تقع المملكة العربية السعودية في آسيا. في آسيا، ويحدها من البحر الأحمر من الغرب. الغربي. طيب، ومن الشرقي؟ عمان. والإمارات العربية المتحدة و قطر وقطر والخليج العربي. ومن الشمال الأردن صح؟ الأردن والعراق. ومن الجنوب اليمن. هناك أمر ننتبه له وهو يتعلق بالجهات. الجهات عندنا الشمال، والمهم هنا أن ننتبه إلى الحركات في أول حرف. الحرف الأول مفتوح، الشمال. نعم، وعكس الشمال الجنوب. الجنوب. نعم، الجاء الجنوب. الجنوب. فلو قلنا مثلا الشمال، الشمال ما عكس الشمال؟ اليمين. يمين. اليمين، فننتبه ولا نقول لا نخلط. يمين عكس شمال بالكسرة، وعكس شمال بالفتحة الجنوب. ولا نقول جنوب، لا، الجنوب. الجهات كلها مفتوحة الأول. نقول نقول الشرق بالفتحة، نقول الغرب بالفتحة. فهذه الجهات كلها مفتوحة الأول. هنا الشمال، هنا الشرق، هنا الجنوب، هنا الغرب. فهمتم هذا؟ هذا الشيء. آخر صفحة، التدريب السابع. استعمل كل كلمة من الكلمات الآتية في جملة مفيدة. هذا واجب تكتبونها. نعم، تستعمل هذه الكلمات كلها في جملة مفيدة من عندك. طيب، التدريب الثامن، تحدث عن بلدك.
واستعين بما يلي. أين يقع بلدك؟ هذا أيضا واجب، واجباني. طيب، فهنا تجيب ماذا تقول؟ أين يقع بلدك؟ يقع بلدي في، أنت في أفريقيا وأنت وأنا ها أمريكا الشمالية أو الشمالية؟ الشمالية. يقع بلدي في أمريكا الشمالية. طيب، ما البلاد التي تحد بلدك؟ تجيب أذكر أهم المدن في بلدك. تجيب متى تنزل الأمطار في بلدك؟ تجيب هنا ها؟ ماذا يزرع الفلاحون في بلدك؟ تذكر ذلك هنا. ثم بعد ذلك تنظر في هذه الأجوبة وتستطيع أن تتحدث، تركبها في فقرة paragraph صغيرة وتحدث فيها عن بلدك. فهمت؟ فأولا تجيب عن هذه الأسئلة، تكتبها، ثم بعد ذلك تحاول أن تركبها في فقرة صغيرة تحدث فيها عن البلد. واضح؟ فهمتم؟ الحمد لله. من له سؤال؟ هذا واجب مؤكد، ومع هذا الواجب المؤكد أيضا يعني هذا وهذا يعني أنت تكتبها في كتابك وترسلها إلي. نعم، وإذا كنت كسلانة لا تستطيع أن تكتبها كلها، قال شيء تكتب هذا وهذا ولا تكون كسلانة ها، لكن أقل شيء هذا وهذا. طيب الحمد لله، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ويسر الله لكم الأمور. اللهم آمين. جزاك الله خير. أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.